أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. سلام، بغيت نهضر على واحد البنات كيدخلوا الانستغرام دائما كيبقاو يعلقوا ويمرضوا راسهم ويعذبوا راسهم وما كيدخلوا يبداو وي عيا الا ما عجبكش ما تعلقيش خرجي بحالك عطينا اتساع ماك على حالتك. كنبغي نقول ليها هذا الانسان هذه الفئه المريضه اللي ما عجبكش الواحد ما تدخليش ما تعسبيش راسك وما تمرضيش راسك اصلا. المشكلة أن هذه الفئة المريضة اللي كتهضر قبل ما تجي تهضر ما تشوفش الشوف راسها المريض تقول ناري واش أنا زوينة بعدا اللي غنمشي نعايرها مشاكل وانتم ديوا في راسك. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب وتويتر.